AlSard Fiber، اتصالات تفوق التوقعات. هل تقوم بأعمالك الهامة على شبكة الإنترنت ويحدث انقطاع للشبكة باستمرار؟ هل مللت من انقطاع شبكة الإنترنت عندما تقوم بإرسال رسالة عمل هامة للغاية؟ هل ضاعت إحدى الصفقات التجارية من بين يديك بسبب مشكلات الاتصال بالإنترنت؟ هل يعمل كل شيء بشكل جيد في الشركة ولكن تواجهك مشكلة الاتصال بالإنترنت؟ هل عند إيجاد حل لمشكلة الاتصال بالإنترنت ستصبح الأمور على ما يرام؟ هناك أحد الحلول البسيطة لكل تلك المشكلات وأكثر من ذلك. نتميز بمعالجة المشاكل البسيطة والمعقدة بطريقة استثنائية بغض النظر عن حجم المشكلة. شركة AlSard Fiber هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الألياف البصرية، ومن أوائل الشركات التي قدمت خدمات بروتوكول الإنترنت في العراق. شركة AlSard Fiber هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات عبر الكابلات الضوئية، وهي الشركة الأولى في توفير شبكة الألياف الضوئية لمزودي خدمات الإنترنت في العراق بالتعاون المباشر مع أفضل مزودي الإنترنت في أوروبا. توفر شركة AlSard Fiber خدماتها عبر عدة مسارات، مما يجعلنا قادرين على توفير خدمة مستمرة لعملائنا. الخدمات الرئيسية التي نقدمها لكم تتضمن: خدمة الإنترنت الضوئي عالي السرعة، سرعة عالية مرتبطة مباشرة بالمنفذ الأول تير واحد، المكالمات الصوتية الدولية، توفير وإدارة خدمات الإنترنت بحزم كبيرة وحسب الطلب كخدمات النسخ الاحتياطي وخدمات DPLC IPLC وTDM، تكنولوجيا مقسم البروتوكولات المتعددة. هذه التكنولوجيا مناسبة تماماً لتوفير اتصال آمن وخاص بالإنترنت والربط الآمن بين المواقع المختلفة عن طريق الإنترنت. خدمة الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت VOIP، خدمات الإنترنت عريض النطاق المحدود، اتصال رئيسي مخصص كبديل احتياطي يربط بين موقع الزبائن ومكتب البريد الخاص بالشركة. إيثرنت الألفية الأولى، ألياف بصرية تعتمد على اتصال إيثرنت يفوق عمل الحزم التقليدية الأخرى. باقات الإنترنت عريض النطاق، أفضل باقات الإنترنت تستخدم لنطاق واسع من الأعمال يتميز بأداء عالي. توفير خدمة الخطوط المخصصة في كافة أنحاء القطر لكافة العملاء الرئيسيين. شبكة مترو إيثرنت، خدمات الإنترنت في مختلف المواقع من خلال الجيل القادم من شبكات مقسم البروتوكولات المتعددة التي تتميز باستخدام الألياف البصرية المؤجرة. الوصول المخصص للإنترنت DIA، إمكانية الاتصال المباشر بالإنترنت من خلال وصلات عالية السرعات ونطاق ترددي واسع المدى مع إمكانية زيادة سعة الحزمة عند الطلب. خط بديل لحالات الانقطاع الطارئة، يعمل بنفس كفاءة الخط الرئيسي، مخصص لحالات الطوارئ والانقطاعات المفاجئة. خدمة العملاء والدعم الفني متاحة طوال اليوم، نقدم لكم خدمات الدعم الفني على مدار الساعة. هناك فريق فني من الخبراء متواجد دوماً للإجابة على الاستفسارات الخاصة بكم. نحن نعي جيداً حاجة السوق لشركة موثوق بها وذات سمعة طيبة تعمل كمزود لخدمات بروتوكول الإنترنت، ولهذا السبب قمنا في شركة AlSard Fiber باستثمار الكثير من الأموال مع هيئة الاستثمارات تهدف إلى تطوير شبكة قوية لتقديم خدمات الإنترنت وخدمات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت وغيرها من خدمات الاتصالات الأخرى باستخدام تقنية الألياف البصرية. شبكة الإنترنت واسعة النطاق، حلول تقنية فريدة من نوعها، اتصال موحد والعديد من الخدمات حسب الطلب، خدمة الدعم الفني ومراقبة ورصد الأداء على الإنترنت، مستوى خدمة مميز، تقرير الأداء الشهري مع فرض الحسابات، مراجع للعملاء، الأسعار.
اتخذت شركة ألسارد العديد من التدابير والإجراءات لضمان تقديم الخدمات المميزة والموثوقة إلى العملاء. تلك الخدمات تشمل الحصول على بروتوكول الإنترنت الخاص بشركة ألسارد فايبر من أوروبا باستخدام 4 مسارات منفصلة من الألياف البصرية مرتبطة مباشرة بالمنفذ الأول تير 1، بالإضافة إلى أن النطاق الواسع من نواحي السعة التي تعتبر تردديًا متناظرًا ذو معدل ثابت مخصصة حصريًا للزبون، ومع تفادي القدرات المشتركة، تقدر شركة ألسارد فايبر أهمية توافر نظام اتصالات موثوق به، نظام مبني على الالتزام بتوفير حلول الاتصالات التي تفوق المعايير الصناعية. بدأت ثورة الاتصالات في إنشاء وتصميم شبكة الربط الرئيسية، والآن نسعى جاهدين لتطوير وسائل الاتصالات وإرسائها في مختلف مناطق العراق. طرق ربط المستخدم بشبكة الإنترنت تتضمن شبكة من الألياف البصرية تغطي العراق بأكملها، شبكات الموجات القصيرة في المناطق التي يعجز تزويدها بكابلات الألياف البصرية. اتصل بنا الآن للحصول على اتصال دائم وغير منقطع بالإنترنت مع شركة ألسارد فايبر في مجال الألياف البصرية، ومن أوائل الشركات التي قدمت خدمات بروتوكول الإنترنت في العراق.